فيلم المعلقات فام سسبوندي كيحكي القصه ديال واحد ثلاثه د النساء من منطقه بني ملال تخلاو عليهم الازواج ديالهم بعد سنوات الانتظار كيقرروا انهم يحصلوا على الطلاق ولكن كيكتشفوا بان مسطره في حاله غياب الزوجيه مسطره جد معقده والفيلم كيتبعهم في المسار ديالهم من اجل الحصول على الطلاق. العنوان ما كانش اختيار العنوان لان اصلا هاد النساء هادو في المجتمع ديالنا تنطلقوا عليهم المعلقات اذا انا سميتو المعلقات استنادا اللقب اللي تيلقبوا بهم المجتمع. هما عشت معهم واحد الفتره زمنيه طويله ومازلت بعلاقه معهم يعني ان منين انت تدير واحد الفيلم وثائقي هادوك الناس اللي تخدم معاهم تيوليو بحال عائله ديالك يعني جزء من العائله ديالك ولا اصدقاء ديالك وكتبقى عندك معهم علاقه الى الابد نتمنى. شكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.